يا بني أصبحت سيدا، لذا منذ هذه اللحظة الغضب لنا عليك الأذعان، الاستياء لنا عليك إرضاء القلوب، واللوم لنا عليك التحمل، القصور والخطأ لنا عليك المسامحة، النشوز والمنوشات وعدم الانسجام وسوء الفهم لنا عليك العدل، العيون الخبيثة والأفواه الثرثارة والتعليقات غير العادلة لنا عليك الصفح، منذ هذه اللحظة الانقسام لنا عليك الإتمام، الكسل لنا عليك الترهيب والترغيب والتشكيل. يا بني حملك ثقيل وعملك قاس وصعب، وقوتك مرتبطة بشعر، فليكن الله في عونك وليبارك لك بسيادتك وليجعلها نافعة وصالحة في طريق الحق، وليشع نورك وليبلغه إلى الأبعاد، وليمنحك الله قوة تعينك على حمل هذه المسؤولية، وليمنحك قلبا وعقلا لا يتعاثران قدمك. يا بني أنت صاحب قوة وذو عقل ومتكلم، لكن إن لم تعلم أين وكيف تستخدم هذه الممزات تنطرح في رياح الصباح، ويتحد غضبك مع نفسك وسيهزمان عقلك. لذا كن دائما صبورا مداوما وصاحب إرادة. الصبر مهم جدا، لذا يجب على السيد أن يعرف كيف يصبر حتى أن الزهرة لا تزهر قبل أوانها، والإجاص لا يؤكل نيئا، وإن أكل فإنه يعلق بصدرك. لذا فإن السيف الذي يخرج من غير تخطيط وعقل تماما كالإجاص النيئ. دع الأمة تعيش وفق تبصرها، لكن لا تذر ظهرك لها، أشعر وجودها دائما، فالتي توجه المجتمع وتبقيه حيا هي هذه التبصرة. يا بني هناك أشخاص يولدون في وقت الشفق ويموتون في وقت الغسق. الدنيا ليست كبيرة كما تراها عينيك، كل الأسرار والأمور المجهولة التي لم يتم حلها سترى النور فقط بفضل عدالتك وإحسانك. احترم أبويك، فإن البركة مرافقة للكبار. إن تفقد إيمانك في هذه الدنيا ستتحول من الأرض الخضراء إلى قاحلة، وستصبح أنت قاحلا كالصحراء. كن صادقا ولا تتحمل كل الكلمة على نفسك. إن رأيت المسائل التي تنفع إخفاؤها أفضل بل ضروري لا تتكلم عنها، وإن عرفتها لا تقل لأحد. لا تذهب كثيرا إلى الأماكن التي أنت محبوب فيها، فإن ذهابك بكثرة سيؤثر على سمعتك واعتبارك ومحبة الناس لك. أشعر بالأسف على ثلاثة: العالم بين الجهلة، والذي أصابه الفقر بعد الغنى، وعزيز قوم فقد اعتباره. لا تنسى أن الذين في الأعالي ليسوا بأمان كالذين في الأسفل. لا تخف من معركة أنت فيها محق. يقال أن أفضل الخيل كميت، وأفضل الشجعان جنوني. أفضل نصر هو معرفة النفس، حيث أن العدو هو الإنسان نفسه، أما الصديق فهو الإنسان الذي يعرف نفسه جيدا. إذا جلس الإنسان في مكان ما لا يستطيع أن يتركه بسهولة
ويخطر الشخص عندما لا يتحرك ويبدأ بالكلام الذي يمكن أن يتحول إلى غيبة ونميمة والتي ليس لها أي فائدة، وينقلب فيها الصديق عدوا، والعدو يهيج ويغضب كالوحش. قوة الإنسان ستنتهي يوما ما، لكن المعرفة تبقى حية. نور المعرفة يتسلل حتى من العيون المغلقة ويعانق الضياء. يموت الحيوان ويبقى سرجه، كذلك يموت الإنسان ويبقى أثره. يجب البكاء خلف الذي لم يترك وليس خلف الذاهب، ويجب على التارك أن يكمل حيث توقف. لا نملك الحق بأن نتوقف ونستريح، لأنه لا يوجد وقت والمهلة قصيرة. ينبغي أن تكون المودة أساس الدعوة، أما الحب فيكون في صمت، لا يكون في صراخ ولا في ظهور. الذي لا يعرف ماضيه لا يعرف مستقبله. يا عثمان، اعرف ماضيك جيدا حتى تقف على قدميك مكينا في المستقبل. لا تنسى من أين أتيت حتى لا تنسى إلى أين أنت ذاهب.